إذن اليوم على مستوى جهة فاس مكناس كان هناك إعطاء انطلاقة لمجموعة المشاريع. أولاً كان يعني الافتتاح ديال المركز الصحي حضري بفاس بجنان الورد. الهدف طبعا الحال هو تعزيز الصحة الأولية، يعني خدمات الرعاية الصحية الأولية، تتبع الحمل، تتبع يعني صحة الأطفال، كذلك الأمراض المزمنة. والجديد في هذا المركز هو أنه على مستوى الجهة هذه أول تجربة نموذجية لطب الأسرة، مع بطبيعة الحال ملف طبي إلكتروني خاص بكل أسرة على مستوى هذا المركز. الآن بتونات انتقلنا إلى تونات بمعية السيد العامل، وقمنا بإعطاء انطلاق لمجموعة المشاريع. أولا هناك مشروع ديال تيسا اللي كان عرف واحد التوقف خارج الإرادة ديال الوزارة، المقاول اللي كان غادر، ولكن الآن الحمد لله استأنف وعطينا له انطلاقة، وفي 2021 غيكون جاهز إن شاء الله باش يستقبل المرضى ديال المنطقة ديال تيسا، تقريبا واحد 180 ألف نسمة اللي كاينة على مستوى ديال الجماعات المحلية المحيطة في الدائرة. ثم كذلك في الآن في زيارة للمستشفى الإقليمي لتونات. أولا كان زيارة ديال مجموعة ديال المصالح، الوقوف على الأهمية ديال الأشغال والعمل اللي كيقوموا به الأطر الطبية والشبه الطبية، مشكورين في هذا الإقليم. ومن تونات عطينا انطلاقة ديال برنامج جديد، برنامج لتأهيل فضاءات ديال الاستقبال على مستوى مشفى الغساني والخطيب بفاس، على مستوى هذا المشفى الإقليمي بتونات، وكذلك على مستوى المشفى المسيرة الخضراء بميسور. وهذا البرنامج يعني الهدف منه هو يعني تحسين العلاقة ديال المستشفى مع المواطن، الانسانه ديال هذه الفضاءات، تحسين فضاء الاستقبال، يعني تحسين كذلك الخدمه ديال الفوتره والرقمنه ديالها الاساسيه، وتتبع ديال يعني الخدمات المصالح. ثم غيكون عندنا فرصه باش نزوروا كذلك المستشفى المحلي ديال غفشاي، والوقوف على مستوى الخدمات وكذلك على الحاجيات. اكيد ان هناك حاجيات مهمة في هذا الإقليم خاصة في الموارد البشرية. في هذه السنوات الأخيرة دخلنا في واحد العملية ديال الالتحاق، يعني ديال الغطخباج، حيث اليوم لخدينا هذا المستشفى الإقليمي 29 ديال الأخصائيين الحمد لله، يعني تخصصات اللي ما كانش كاينة اليوم. وغنبداو نستمروا في هذا المجهود هذا حتى نمكنوا هاد الخدمات الاستشفائية أو المؤسسات الاستشفائية على مستوى الإقليم لأنها تكون عندها استقلاليتها مقارنة مع الجهة، ونقلصوا ما أمكن من الإحالات على المستشفيات فاس أو المستشفى الجامعي بفاس. هذا هو الهدف من هذا العمل. لما تكون واحد المغادرة لسبب ما تكون تعويض، التوجه يعني المنحة هو الزيادة في الأطر الطبية المتخصصة والشبه الطبية، يعني والأرقام تدل على ذلك. وهذا الشيء غنستمروا فيه باش يمكن كذلك بالنسبة للمراكز الصحية القروية يكون فيها أطباء. هذا مجهود اللي كتقوم به وزارة الصحة، ولكن كذلك على المستوى يعني العمالة مع المجالس المنتخبة، لأنه كاين إمكانية ديال توظيف لا أطباء ولا ممرضين باش يعني تعزيز الموارد البشرية ديال الإقليم. وحنا غاديين في هذا التوجه باش إضافة إلى المجهود اللي كيقوموا به الشركاء ديالنا في المجال ديال فيما يتعلق بالتجهيزات أو البنيات، كذلك الموارد البشرية كاين إمكانيات اللي يمكن يعني نولجوا لها باش نعزوا الموارد. شكرا لكم.